احمد عليه رحمه الله مسافر ما يعني تقريبا 3 سنوات، سعودي مسافر لسه يعني من فتره قريبه. اول مره يعني مسافر؟ لا كان يا راجل يعني في البلد وفي اجازه ورجع تاني يعني. اخر تواصل كان ما بينكم وبينهم كان امتى؟ والله نحن عبر التواصل الاجتماعي تواصل على طول يعني، في سواء للاهل في البيت او مثلا خال او عم او كده، في تواصل عبر التواصل الاجتماعي كلما اتاحت الفرصه والشبكات يعني كانت متواصله. فيش معلومه عن امتى اخر مره تواصلوا معاهم قبل الاعصار، او هل كان في وادي الاعصار او ممكن قبل الاعصار بيوم او يومين كده؟ اثناء الاعصار برضه كانوا رافعين فيديوهات للامطار وكده يعني، هم كانوا رافعين فيديوهات للامطار قبل قبل ما يتحول الاعصار ويحصل اللي حصل. نعم. طيب عرفتوا ازاي باللي حصل؟ عرفنا باللي حصل طبعا، تواصل معنا من بعض الناجين من اهلنا المتواجدين هناك يعني، انا على سبيل المثال اخوي موجود هناك من الناس الناجيه هناك واللي بيقوم بعمليه البحث على اهلنا المتوفين وبيقوم بعمليه دفنهم تمام، طبعا لصعوبه نقل الجسامين الى جمهوريه مصر العربيه. الوضع طبعا كارثي بكل المقاييس، اسر كثير انهارت سواء ليبيين او سواء اخواننا المصريين المغتربين هناك، الناس دي فقدت كل حاجه لديهم. حتى طبعا يعني نحن من ضمن الاشياء اللي هنتكلموا فيه انه الناس دي نحن مش عارفين ازاي هنستخرج لها شهاده وفاه. الناس دي اصلا جوازات السفر بتاعتها راحت وفلوسها راحت واوراقها راحت كلها، فاللي استدل عليه هو من يعرفه شخصيا بالاسم انه ده فلان. وده اللي اشرف على دفنه وده اللي اشرف على دفنه وبلغنا طبعا لصعوبه السلطات اللي بيه مشكوره، والدول اللي اعانت جمهوريه مصر العربيه وبعض الدول العربيه اللي ارسلت فرق، ولكن الاعداد مهوله والوضع خطير، انهيارات طينيه، انهارات مباني بالكامل، جرف اماكن واحياء اختفت من الوجود وانتقلت الى البحر الابيض المتوسط مباشره. مدينه درنا مدينه ساحليه خلفها جبل اخضر بارتفاع شاهق. حضرتك كنت مقيم في ليبيا فعارف تفاصيل التضاريس هناك. نعم انا مقيم في ليبيا لمده 25 سنه، اعرف الناس هناك عائلات واعرف الاحياء وتضاريس المكان، عارف كل حاجه هناك في المكان، فلذلك انا بوصف لك عارف، لانه لما يقولوا لي المكان اللي هناك ده اختفى عارف انه اختفى ازاي، لانه المكان ده في مضرب السيل او في سد طبعا بيحجب الميه عن مدينه درنا بيخزن مياه الامطار كي يستفادوا بها هم هناك، وخاصه الناس ما عندهمش انهار ما عندهمش مصدر ميه متجدد زي نهر النيل، فبيخزنوا الامطار خلف السدود، ولكن مع كميه الامطار الغزيره انهار السد بالليل والناس نايمه، فطبعا توفاهم الله وفي مفقودين. كم واحد توفى؟ لغايه دلوقتي نحن وصلنا لعدد 15 شخص مع زيادة كمان تاني ممكن يكون أكثر من 15، لأنه نحن عندنا واحد مقيم بأسرته اختفى طبعا، فقد هو وزوجته يعني. ال 15 دول الوفيات المؤكدين حتى الآن مؤكدين وتم دفنهم.